الدمازيل عم تشرح بالصف. قلت له اذا كان في 10 عصافير على الشجره وقوسنا واحد قديش بيبقى؟ نط التلميذ قال له لو واحد بيهربوا كلهم. قلت له لا بيبقى 9 بس عجبتني نظريتك. حلو. قال له دمازيل في اسالك سؤال. قلت له ايه؟ قال له اذا شفتي وحده عم بتحمل البوظه، وحده عم بتكدش البوظه، وحده عم تلحوس البوظه، وحده عم تلحوس البوظه، اهيل منهم مجوزه؟ قلت له عم بتلحوس البوظه. قال له لا اللي حاطه محبس بس عجبتني نظريتك. واحد زرع شعريته بالبقيع يومين تلفت ليهم الدولة. الأرتين راح على إيطاليا اش رجع؟ شو؟ أرتينو. 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 منصور راح على إيطاليا اش رجع؟ البون. أرتينو. تجوز بعد مدة اجى ابن عمه تشق عليها. قال له ايش صار عندك وليد؟ قال له ما عنديش والله. قال له ليش ما بتحكوش؟ قال له كل يوم بحكوا شو في شيء. ربيع ابو العبد بمن سيربح المليون؟ كميون ولا المليون؟ المليون. ابو العبد في سؤالين، من مين تربح مليون ريال؟ اي ساعة وين اخر مرة عملت سكس؟ قال له والله الساعة 5 بالمطبخ. بدنا نتأكد، بدنا ندق الام العبد. قال له ام العبد معك من سيربح مليون في مليون ريال، اي ساعة وين عملتي مع ابو العبد؟ يا بلا اخلاق يا بلا مربع عم تدقولي على البيت يا ام العبد في مليون ريال. الساعة 5 وين يا ام العبد؟ يا عيب الشوم عليكم يا بلا اخلاق، جيبوا جوزي لهون عيب عليكم. يا ام العبد في مليون ريال وين اخر مرة؟ قلت لهم بقى فيي. قال صاحبتك باميلا اندرسون صاحبتك انا وياها 10 سنين انا باميلا التقت بشاكيرا اشبكك يا باميلا مانجرا معك لو انا العدل. على فكره انت عرفتي انه شاكيرا من حراجل؟ اشبكك يا باميلا ايه من تسوين شاكيرا قلت لها وانو العدل؟ قلت لها ليش؟ قلت لها ليش الجيجي بحق لها تقعد 24 بيضه وانا على 2؟ زحيتها قلت له I'm period. قال له I'm Tanius how are you. يلا تعرف اشي قمة الازعاج؟ قمة الازعاج قمة الازعاج اشي اثنين عم بيعملوا سكس على حتوتيا. قال له بي عم سقع بالليل. ايه قال له بدي جوزك. قال له بتفى؟ قال له ايه. جوزه راح والمره شلحت وقف عمل لها هاي شي ربع ساعه قد ما سقعت عملت تحته. قال له الابرال اللي بتدفش كمان بتروح مزود.